طبيعة أسواق الغاز تختلف تماما عن أسواق النفط، فهي ليست أسواق عالمية وليست مرصودة في المؤشرات العالمية الكبرى كأسواق عالمية يتم تداولها، وإنما هي تخضع لأسواق محلية. هذه الأسواق المحلية تخضع في الدرجة الأولى إلى سياسات هذه الأقاليم، سواء شمال أمريكا، أوروبا، الشرق الآسيوي أو الشرق الأوسط وإفريقيا، كل منها له سياسات في التعامل مع الغاز الطبيعي وكيف يتم تسعيره وكيف يتم إمداده. طبيعة الحال أيضا روسيا والدول الكومنولث من الاتحاد السوفيتي السابق لها أيضا سياستها الخاضعة لها، لذلك أسعار الغاز ليست ذات مؤشرات قياسية مثل أسواق النفط، وهي تخضع إلى أسواق محلية أكثر وليست عالمية، لذلك نرى هذا التفاوت الكبير ما بين السوقين وبين آلية التسعير وهيكلية الأسواق ما بينهم. بالتالي كيف نفسر الارتفاعات الحادة الحاصلة في أسعار الغاز بأوروبا واللي وصلت خلال يومين إلى 60% كقفزة، وإلى أي حد السوق تتعرض الآن إلى مضاربات؟ ما نراه في المشهد هو تأثير كبير للسياسات. أوروبا اختارت أن تغير سياستها في التعامل مع تسعير الغاز وهيكلية أسواق الغاز وأيضا هيكلية أسعار الطاقة الكهرباء وإمداد الكهرباء للمستهلك. ومن هنا نرى كيف أن على سبيل المثال آخر تحديث للسياسات كان عن طريق السيبام أو الكربون بوردر ميكانيزم أدجستمنت، وهو التعديل السعري للحدود لأوروبا، وهو ما اعتقدت فيه روسيا أنه عبارة عن حمائية لسلعة الغاز، ورأت روسيا أيضا أن هذا يدخل كنزاع عالمي في أسواق التجارة العالمية. من هنا رأينا كيف أن التأثر بالسياسات أثر على الأسواق، والسوق بطبيعة الحال أستاذ رمزة لن يؤلي أي جهد أي تعظيم مكاسبه واستغلال هذا الظرف للاستفادة السريعة. وتجاريا كما ذكرتم بداية هناك فارق كبير بالأسعار بين منطقة وأخرى بين أوروبا وأمريكا، وعن الجانب الأوروبي نتحدث عن هذه القفزات الارتفاعات، هل تعكسها العقود القصيرة أو العقود الطويلة؟ معظم ما نراه حاليا هو في العقود الفورية والعقود السريعة، وليست في العقود الطويلة للغاز، لذلك نرى تأثر كبير ومحاولة استغلال من جهات التجارة بالغاز وجهات مضاربة بالغاز باستغلال الدخول الموسمي لتعظيم المكاسب من خلال ما يحصل في أسواق الغاز ومن خلال الاستفادة السعرية وتعويض مخاسر سابقة كانت قد حصلت حتى منتجين وممولين الغاز. ما سنلحظه بشكل أكبر هو أن هناك استفادة في القطاعات المالية أكثر من استفادة المنتجين، نظرا لأن معظم المنتجين للغاز الطبيعي كانوا قد أقفلوا معظم مبيعاتهم على تحوطات سابقة، ولذلك سنلاحظ في الربع الثالث ونتائج الربع الثالث لشركات الغاز أنها لم تستفد كثيرا من هذا التحرك السعري، ولكن المستفيد الأكبر هو الجهات الممولة والجهات التي تضع تحوطات السوق. وتابعنا تقاذف مسؤوليات واتهامات بين دول أوروبية والجانب الروسي عن أنه من يتحمل مسؤولية هذه الارتفاعات القوية، ما تفسيركم لهذا الموضوع؟ الأبرز كان تدخل اليونان في مطالبة الاتحاد الأوروبي باستغلال مداخيل ضرائب الكربون لدعم سلعة الغاز. لربما يبدو هذا الاقتراح بسيط جدا، ولكنه يعكس حالة الارتباك الكبير في فرض سياسات كربونية وتأثر أسعار السلعة الغاز بأسعار الكربون التي أصبحت متداخلة بشكل كبير وتؤثر على كيفية تحرك الأسواق في هذا الاتجاه. ذكرتم أنه سياسات معينة طبقت في الدول الأوروبية ساهمت ربما بهذه التطورات، ولكن هل من خطوات أو سياسات مطلوبة للحد من هذه الارتفاعات بأسعار الغاز؟ كما يبدو المشهد واضحا لا يوجد ما يكبح هذه الأسعار من
من الارتفاع المستمر سوى ثلاثة ظروف. الظرف الأول هو زيادة كبيرة في العرض، وهذا لن يحصل لأن ليس بالسهل إنتاج كميات كبيرة خلال أسبوع أو أسبوعين. الظرف الثاني الذي قد يكبح هو تهاوي الطلب نتيجة الارتفاع المحموم للأسعار، وهو ما قد يكبح الارتفاع السعري المستمر. الخيار الثالث هو بروز سياسات جديدة تصحيحية قد تكبح من هذا الخوف الذي يسيطر على المتاجرين في أسواق الغاز والمتاجرين في إمدادات الكهرباء للمستهلك في أوروبا. شكرا جزيلا لوجودكم معنا من الخبراء الكاتب والاقتصادي المتخصص بالصناعة النفطية عبد العزيز المقبل.